مشهدا عاديا قبل 10 سنوات. صور سليل أبيه ووارث الجمهورية تملأ الأرجاء تحضيرا لما كان يعرف بالبيعة، لكن ثورة عقد كامل وضحايا بمئات الآلاف وتهجير بالملايين أضاف صورتي مرشحين إضافيين لما يصفه خصوم النظام بالانتخابات المهزلة. لا ينفك نظام الأسد يروج لنفسه بكل الطرق، يروج لما يسميه صمودا على طريقته، فحتى خرائب حمص لا تنجو. يحشد الناس بكثير من الترهيب وقليل من الترغيب، يحشدهم رغما عن أنوفهم للمشاركة في ديمقراطية على الطريقة الأسدية كما توصف. لكن الزمن لم يعد ذاك الزمن حيث كان يلعب وحيدا في لعبة الأسد إلى الأبد. ثمة مجتمع دولي يرفض اللعبة واللعب. الأمم المتحدة تقول إن الانتخابات ليست جزءا من عملية سياسية دعا إليها مجلس الأمن تحت إشراف أممي. أما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا فقد أصدر وزراء خارجيتها بيانا يندد بانتخابات النظام المزمعة ويقول إنها لن تكون حرة أو نزيهة. صحيح أن المواقف الدولية خفت صوتها في وجه النظام مع توقف المعارك على الأرض ورسم مناطق النفوذ بين المتدخلين في الملف السوري، لكن درعا مهد الثورة السورية وكذا مناطق أخرى قالت كلمتها. هنا يتنفس الناس معاني أن ترفض وتتظاهر بعيدا عن قدرة النظام على فرض نفسه أو تسويق ممسرح للانتخابات. لا تقنعوا حتى